بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وحبيب قلوبنا ونور صدورنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل علينا وعلى مشايخنا وذبينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، لدينا قراءة وشرح باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قد مضى باب في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باب في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق بضم اللام والسكون، خلق خلق. نعم، المراد بالخلق الخلق يعني الطبع والسجية من الأوصاف الباطنة بخلاف الخلق. الخلق اسم لصفات الظاهرية، وهذه الخلق الأوصاف الباطنية. خلق أوصاف ظاهرية. وتعلق الكمال بالأول أكثر منه بالثاني، يعني تعلق اتصال درجة الكمال بالأول يعني بالخلق أكثر منه بالثاني يعني بالخلق. ثم حجة الإسلام، أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه عرف الخلق في كتاب الإحياء، نقل عنه إبراهيم الباجوري. الخلق عرف الخلق بأنه هيئة للنفس يصدر عنها الأفعال بسهولة، هذه هيئة راسخة للنفس يصدر عنها الأفعال بسهولة، معناه بدون تصنع ولا تكلف. هكذا هذه الهيئة يقال لها خلق. ثم خلق خلقان، خلق حسن وخلق سيء، إمام الغزالي يشير إليهما. فإن كانت تلك الأفعال جميلة سميت الهيئة خلقا حسنا، وإلا سميت خلقا سيئا. نعم، هكذا خلق خلقان، خلق حسن وكذلك خلق سيء. أما الإمام ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه ذكر في هذا الباب تعريف الخلق الحسن، لم يعرف الخلق أولا ثم لم يقسم، بل هو عرف الخلق الحسن عند هو قال هكذا: الخلق ملكة نفسانية ينشأ عنها جميل الأفعال. ملكة نفسانية ينشأ عنها جميل الأفعال، الأفعال الجميلة. إذن صار هذا تعريف للخلق الحسن، إنما هو تعريف للخلق الحسن، هكذا ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله. نعم،
ثم ذكر وقد بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ما لم يصل إليه أحد. وناهيك بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا شهادة الله على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقصى غايته. ثم بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله أبي عيسى أبي عبد الله لا أخطأت أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ رضي الله عنه قال حدثنا ليث بن سعد رضي الله عنه قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد رضي الله عنه عن سليمان بن خارجة رضي الله عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبت له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا وكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل نفر على زيد بن ثابت نفر معناه جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة هذا النفر اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه فقط وهو مفرده من جانب المعنى رجل رجل نفر جمعه هكذا. ثم هؤلاء سألوا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يحدثهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هم كأنهم سألوا أن يحدثهم أحاديث الشمائل أحاديث شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعلم التحديث. فإذا هذا الذي فهم زيد بن ثابت رضي الله عنه لذلك تحدث وأجاب في بأحاديث الشمائل فاستعلم التحديث فيها فلذلك قال ماذا أحدثكم هذا استفهام تعجب ليس الاستفهام على الحقيقة بل هذا للتعجب معناه أي شيء أحدثكم عن كون شمائله صلى الله عليه وسلم مع كون شمائله صلى الله عليه وسلم لا يحاط بها كلها بل ولا ببعضها أيضا من نيز الحقيقة والكمال. ثم قال هكذا يعني كنت جاره ذلك لو نزل عليه الوحي إذا نزل عليه الوحي ماذا يفعل؟ بعث إلي لماذا؟ لكتابة الوحي كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي كم كان كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تسعة هذا زيد بن ثابت من أجلهم هذا زيد بن ثابت كذلك عثمان علي أبي معاوية خالد بن سعيد وحنظلة ابن حنظلة بن الربيع علاء بن الحضرمي أبان بن سعيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونفعنا بهم في الدارين وعشرنا معهم بالبردوس. نعم هؤلاء كتبت الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فكنا يعني صحابة كنا يعني معاشر صحابة إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنى ذكروا الأمور المتعلقة بالدنيا لكن المعينة على أمور الآخرة هكذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدنيا، يتحدث في أمور الدنيا كيف هذه الأمور يعني المعينة على أمور الآخرة، مثلا كالجهاد وما يتعلق به من المشاورة في أموره. كذلك إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، يعني ذكر تفاصيل أحوال الآخرة هكذا. وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناه ذكر أنواعه من المأكولات والمشروبات والفواكه، وأفاد ما في كل من كل واحد من الحكم، أفاد ما في كل واحد من الحكم المتعلقة به وما يتعلق به من منفعة ومضرة كما يعرف من الطب النبوي. هكذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بالطعام، كذلك يذكر معهم هذا الطعام. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لتتفقهوا في الدين. وهذا القول هو ليؤكد به اهتمامه بالحديث. لماذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه بالأخير هذا كل هذا أحدثكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للاهتمام بهذه الأمور. ثم وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا يونس بن بكير رضي الله عنه محمد بن إسحاق رضي الله عنه زياد بن أبي زياد رضي الله عنه محمد بن كعب بن القرظي رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشد القوم يتعلقهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر رضي الله عنه؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر رضي الله عنه؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان رضي الله عنه؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. نعم، هذا حديث عمر بن العاص رضي الله عنه. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. أشر استعمال هذه الكلمة مع الهمزة بدون الهمزة هو المشهور والأكثر. نعم. الإقبال بالوجه هو عن الظاهرة، أما الإقبال بالحديث ما معناه جعل الكلام مع المخاطب وقصده به، قصد المخاطب بهذا الكلام. فإذا هذا الإقبال هو معنوي، أما الإقبال بالوجه هو حسي. ثم لماذا يقبل بوجهه وحديثه على شجر القوم؟ ليتألفهم. الإقبال لأجل التألف، لأجل تألفهم بذلك، عندئذ يثبتون على الإسلام، أو لاتقاء شرهم. فاتقاء الشر بالإقبال على أهله والتبسم في وجهه جائز. نعم، إما لاتقاء شره أو لإثباته على الإسلام. هكذا كان يقبل على أشر القوم بحديثه ووجهه هكذا. فإذا ثم يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى ظننت أني خير القوم، يعني بسبب معاملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة هو أقبل علي بوجهه وكلامه حديثي. من هذا الاعتبار ظننت أني خير القوم فسألت. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. هكذا في كل صحابي قال عمر أفضل وكذلك عثمان أفضل. ثم فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، يعني أجابني بالصدق، صدقني بتخفيف الدال. نعم.
أجابني بالصدق من غير مراعاة من غير مراعاة ومداراة. فإذا لوددت ولعني لم أكن سألته، يعني هو ندم على سؤاله. لماذا؟ لأنه تبين له أنه شر القوم وأنه أخطأ في ظنه، فينبغي للسائل الشخصي أن لا يسأل عن شيء إلا بعد التثبت، لأنه ربما ظهر خطؤه فينفضح حاله. هكذا ينفضح حاله، يعني هو مفضول ليس أفضل. إذن هذه معاملة مع المفضول، هكذا. لماذا؟ إما لإثباته على الإسلام أو لاتقاء شره، هكذا. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا جعفر بن سليمان الرباعي رضي الله عنه عن ثابت رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته بالخطاب لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك لمدة 10 سنوات يتحدث عن خلق عن حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ما قال له أف، كلمة أف يعني لإظهار الكراهية في أمر، يعني ما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أصلا. نعم، ثم بعد ذلك قوله، يعني ما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لي شيء تركته لما تركته لما تركته. نعم، هذا من مضمون ما سبق من قوله ما قال لي أف قط، نعم من مضمونه هذا. وفي ذلك بيان كمال خلقه وصبره وحسن عشرته وعظيم حلمه وصفحه وترك العقاب على ما فات وصون اللسان عن الزجر والذم للمخلوقات وتأليف خاطر الخادم بترك معاتبته على كلا الحالات. في هذا الحديث يعني دليل على هذه الأمور كلها، كمال الخلق، صبر، حسن العشرة، عظيم الحلم، صفح يعني عفو، ترك العقاب، صون اللسان، هكذا كثير. مع ذلك هناك أمر مهم جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا على انتهاك حرمة من حرم الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي. لو انتهكت حرمة من حرم الله يغضب أشد الغضب. فإذا في هذا الحديث دليل على هذه الأخلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عكسه أمر آخر مهم جدا. أنا كنت فهمت هذا منذ يعني مدة طويلة. نعم، بعد ذلك أنا رأيت هذا بينه إبراهيم الباجوري في شرح هذا الحديث هنا، وهذا كله بالأمور المتعلقة بحل الإنسان. وأما ما يتعلق بالله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يتسامح فيه، لأنه إذا انتهك شيء من محارم الله اشتد غضبه.
ليس معنى هذا الحديث أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكذلك لو رأى شيئا انتهك من محارم الله اشتد غضبه، يكون أشد الغضب. وهذا يقتضي أن أنس في جانب آخر أمر آخر مهم، يعني فائدة عليه ما هو هذا يقتضي أن أنس رضي الله عنه لم ينتهك شيئا من محارم الله طول 10 سنوات، لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس شيئا ينتهك من محارم الله تعالى، هكذا كان متأدبا أدبا تاما، هكذا كان أنس أيضا خادم رسول الله على خلق حسن، لم ينتهك شيئا من محارم الله ولم يرتكب ما يوجب المؤاخذة. أنس رضي الله عنه لم يرتكب ما يوجب المؤاخذة والمعاتبة شرعا في مدة خدمته له صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك منقبة عليمة له وفضيلة تامة. نعم، هذا الحديث له يعني هذا حديث ذو حدين، نعم حد يدل على كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحد الآخر يدل على كمال خلق يعني على منقبة عظيمة لأنس وفضيلة تامة لأنس رضي الله عنه، وهكذا. نعم، هذا في جانب آخر. ثم قال: ما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان علينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد سبق بينا في باب خلق ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه وأحمد بن عبدة رضي الله عنه هو الضبعي، والمعنى واحد. أحمد بن عبدة هو اللبي، أحمد بن عبدة اللبي هكذا بدون ضمير الفصل، هكذا بنسخة هكذا هو اللبي. والمعنى واحد. ثم المعنى واحد، يعني روى الإمام الترمذي هذا الحديث عن شيخين، عن اثنين لم يتفق لفظاهما بل اتفق المعنى عندهما فقط، لذلك قال والمعنى واحد. قال: حدثنا حماد بن زيد رضي الله عنه عن سلم العلوي رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان عنده رجل به اثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه احدا بشيء يكرهه، فلما قام قال لقومي: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل به أثر صفرة، صفرة يعني بقية صفرة، يعني لون الصفرة من زعفران، لون الصفرة من زعفران. نعم، هذا. فإذا هذا أمر منكر يجب النهي عن المنكر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الحيلة في النهي عن المنكر، لذلك لا يكاد يواجهه، يعني قليل المواجهة لذلك الرجل بما يكرهه. فإذا لماذا ممكن ينشأ منه عناد؟ لو خاطبه، لو واجهه، ممكن ينشأ منه عناد.
لو نشاء منه عناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكفره والعياذ بالله. نعم، لذلك لا يواجه. حينما قام امر يعني للمسلمين، قال للقوم يعني للصحابة، لو قلتم له يدعو هذه الصخرة، فإذا أمرهم أن يقولوا لذلك الرجل أن يترك هذه الصخرة، يعني لا يستعمل هذا المزعفر الزعفران. ثم هكذا كان حيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن خلقه أن لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي سحاق رضي الله عنه النبي عبد الله الجدلي رضي الله عنه واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزئ بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح. فاحشان الذي يقول الفحش، متفحش الذي يتكلف الفحش. فإذا فاحش يعني نسجية يذكر الفحش، ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، فلا متفحشا يعني ولا متكلفا للفحش في أقواله وأفعاله، كذلك ما كان سخابا يعني ما كان صياحا يجهر الأصوات في الأسواق، ما كان هكذا. بل لو كان عنده حاجة للكلام في الأسواق ويكلم حسب حاجته فقط، هو لا يقضي الأوقات كثيرا في الأسواق، بل هو يرجع. ما كان سخابا مثل يعني أبناء الأسواق والشوارع، هم يعني يسيحون يسخبون هكذا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني كل هذا من سيء الأخلاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متنزها عنها، كذلك لا يجزئ بسيئة سيئة، بل يجزئ بالحسنة السيئة كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن. ثم ولكن يعفو ويصفح، العفو والصفح. ثم وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا عبدة رضي الله عنه هشام بن عروة رضي الله عنه النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا إنسانا ولا حيوانا، ما ضرب بيده شيئا. الضرب باليد هذا تصريح لتنزه يده، لتنزيه يده. الله، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. نعم، فهذا المراد بهذا الضرب الضرب المؤذي. نعم، المراد نفي الضرب المؤذي. فإذا ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لمركوبه، ضربه لمركوبه لم يكن مؤذيا بل للتأديب، والضرب التأديب من محاسن الشرع وهو نافع في نفس اللمبي. نعم، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكز بعير جابر رضي الله عنه، وكز يعني عصاه بعير جابر رضي الله عنه حتى سبق القافلة بعدما كان بعيدا عنها يعني متأخرا عن القافلة جدا، ثم بعد ذلك وكز هذا البعير. هذا أيضا ليس مؤذيا، بل هذا من قبيل المعجزة. فكذلك ضربه لفرس طفيل الأصدعي، وقد رآه متخلفا عن الناس، فإذا ضرب هذا الفرس
ثم وقال اللهم بارك لي دعاه بالبركة وقد كان هزيلا ضعيفا. قال طفيل فلقد رأيتني ما أملك رأسها ونعم هكذا. إذن ليس هذا يعني الضرب المنفي، الضرب المنفي هو الضرب المودي إلا أن يجاهد في سبيل الله أي فيضرب بيده إذا احتاج إليه، وقد وقع منه في الجهاد حتى قتل أبي بن خلف بيده في أحد، لكن لم يقتل في ساحة الأحد بل أثناء طريق رجوعه قتل. هذا واحد فقط قتل بيده ضربه ضربا، ثم ولا ضرب خادما ولا امرأة، وهذا يعني تخصيص بعد التعميم. أولا قال ما ضرب بيده شيئا قط، ثم قال ولا ضرب خادما ولا امرأة للتخصيص. لماذا؟ الناس كثيرا يضربون الخادم والامرأة، لذلك خصص يعني عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم مع وجود سبب ضربهما وهو مخالفتهما غالبا إن لم يكن دائما. نعم. فالتنزه عن ضرب الخادم والمرأة حيث أمكن أفضل، لا سيما لأهل المروءة والكمال، وأبلغ من ذلك إخبار أنس رضي الله عنه بأنه لم يعاتبه قط، يعني ما قال له أف، هذا أفضل من هذا. ثم وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة اللبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن عبدة اللبي، اللبي نعم سبق وكذلك هنا نعم. قال حدثنا فضيل بن عياض رضي الله عنه منصور رضي الله عنه عن الزهري رضي الله عنه نعم. عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيئا، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ملثما. نعم. في هذا الحديث أيضا شهادة عائشة رضي الله عنها على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن الأحسن. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا يعني منتقما، هو منتقما يعني معاتب معاقب مما ظلمت ظلمها قط، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم بما ظلمت، يعني هو مظلوم، بعد أن كان مظلوما هل ينتصر هل ينتقم هل يعاتب الظالم هل ينتقم من الظالم هل ينتصر من الظالم؟ لا 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 قط. متى هذا؟ ما لم يندهك من محارم الله تعالى شيئا، يعني الذي ذكر أولا في حق نفسه، أما في حق الله تعالى وفي دينه لا يصفح أبدا بل يكون أشد غضبا، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشد في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ملزما، فإذا هذا من أمور الدنيا. لو كان الأيسر ملزما فهو يختار يعني الأشد الأصعب. نعم هكذا. ثم
وبه قال حدثنا ابن ابي عمر رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن محمد بن المنقدر رضي الله عنه عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن لعشيرتي أو أخ لعشيرتي ثم أذن له فلما دخل أعلان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم علنت له القول فقال يا عائشة إن من شجر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل؟ هذا رجل يعني جاء في بعض الروايات التصريح بأنه مخرمة بن نوفل هكذا في بعض الروايات لكن ذكر بعده إبراهيم الباجوري والذي عليه المعول أنه عيينة بن حزن الفزاري الذي يقال له الأحمق المطاع عيينة بن حسن الفزاري. نعم. وقتئذ كان مضمرا للنفاق في هذه الواقعة كما كان مسلما حسن إسلامه بل وقتئذ كان منافقا ثم بعد ذلك حسن إسلامه. فإذن هذا مجاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتألف قد تحقق قد نال الغاية والمقصود. نعم. ويقول كان إذاك مضمرا لنفاق فلذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ليتقي شره ثم قال لكن أسلم عيينة عيينة بن حسن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وحضر بعض الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه. الله أكبر. إذن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسا ابن العشيرة أو قال بيسا أخ العشيرة معناه بيسا هذا الرجل من هذه القبيلة هو ابن العشيرة ابن القبيلة لكن هذا الرجل يعني مخصوص بالذم مذموم متميز بالذم من بين أحدها ثم أذن له هكذا حينما استأذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الداخل هكذا ثم أذن له أعلن له وأعلن له القول فلما دخل أعلن له يعني قال له قولا لينا قال له كلمه كلاما لينا لماذا؟ ليتألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسه. نعم هكذا كانت مداراته ملاطفته ملاينته مجاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإصلاح الدين. نعم لإصلاح أمر الدنيا. ثم فإذا تعجبت عائشة رضي الله عنها فإذن لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بئس ابن العشيرة لتعليم عائشة وكذلك لتعليم هذه الأمة ماذا يعلم لو جاء رجل مذموم وبئس هذا الرجل الذي استأذن يجب أن يؤذن ثم لو دخل ينبغي أن يلان معه القول أن يقال معه قول لين لتعليم هذا فإن لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المستأذن بئس الرجل لا يكون هناك تعليم بالتطبيق بالوقوع بالواقع. لذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لتعييبه ولا لتعييره
إذا عائشة سألت يعني يا رسول الله لما خرج قلت عائشة تقول قلت لرسول الله يا رسول الله قلت ما قلت يعني هذا الذي قلت في حق ذلك الرجل هو بيس ابن الأشجار هو أخو الأشجار ثم أعلنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو وضعه الناس على الشرك لماذا يتركه الناس اتقاء فحشه الناس يعني يتركونه ويدعونه اتقاء فحشه ويكون يعني أكثر شرا أكثر شرا فإذا لو جامل معه لو عاشر معه معاشرة حسنة إذن يقل شره يقل شره يحسن منظره نعم هذه حيلة وحكمة ثم وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن الإجري رضي الله عنه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالتا زوج خديجة رضي الله عنه عنها ويكنى أبا عبد الله هذا الرجل يعني هذا السند والحديث جزء منه قد سبق نعم يكنى أبا عبد الله ذاك الرجل من بني تميم عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال قال الحسين بن علي رضي الله عنه سألت أبي إذن في هذا الحديث اختصار كما علم من حديث الباب الماضي نعم سألت أبي يعني هذا حسين رضي الله عنه سألني علي رضي الله عنه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه وسأل عن مدخله عن مخرجه وهكذا ذكرنا الحديث أمس في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفضل ولا غليل ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يوئس ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعني وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا بما رجا ثوابه وإذا تكلم أترك جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحكوا مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان حتى أن كان أصحابه لا يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام هذا جزء من حديث طويل هذا أيضا طويل فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه دائم البشر سهل الخلق يعني لين الخلق ليس قاسي القلب نعم ثم دائم البشر يعني البشر هو طلاقة الوجه وبشاشة الوجه نعم هكذا دائم كأنه يلحق في وجوه صحابه ثم سبق أن ذكرنا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواصل اللحزان
الجمعنا بين الحديثين بما مضى، يعني تواصل الاحسان في باطنه، ومع ذلك يظهر في وجهه طلاقة الوجه، طلاقة وبشر، يعني انبساط بشاشة، ومع ذلك الذي يتأمل في وجهه يعلم انه متواصل الاحسان في قلبه وباطنه، مع انه يظهر البشاشة والطلاقة في وجهه. نعم هكذا. ثم ليس بفضل لين الجانب، يعني سريع العطف كثير اللطف جميل الصفح، هكذا يعني كل هذا مع السكون والوقار والخشوع والخضوع وعدم الخلاف، هكذا ليس بفضل ولا غليل، يعني ليس بسيء الخلق ولا غليل القلب، ما كان جافي الطبع قاسي القلب، هكذا. ثم ولا سخاب ولا فحاش، هذه المبالغة. ليس لإثبات إثبات أصل الوصف، بل هذا أيضا مبالغة في النفي، لا يسخب في الأسواق ولا يفحش، لا يقول الفحش في كلامه، ولا عياب لا يعيب أحدا، ولا مشاح يعني لا يمدح لا يمزح كثيرا، مشاح هذا من المشاحة يعني لا بمعنى الملايقة، إذن ولا مشاح يعني ولا ليق لا يضيق على الناس، هنا يعني نسخة أخرى، ولا مزاح يعني بالزاي، إذن لا يكون صاحب مزاح كثيرا، يتغافل عما لا يشتهي، يعني عما لا يعني لو رأى شيئا لا يعني هو يتغافل يعرض عنه ولا يلتفت إليه، ولا يؤيس منه راجيه الذي يرجوه لا يؤيسه. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاؤنا حقا رجاؤنا، إن شاء الله لا نيأس لا يؤسينا إن شاء الله. ثم لا يؤيس منه، نعم في نسخة لا يؤس منه، نعم لا يؤس لا يؤس منه لا يؤس لا يؤس منه، لا يجعل غيره عائسا مما يشتهيه، لو اشتهى أحد من النبي صلى الله عليه وسلم لو رجع منه شيئا لا يؤس لا يجعله عائسا لا يجعلنا أيضا عائسين لا يؤسنا إن شاء الله. ثم ولا يجيب، هكذا في نسخة لا يجيب فيه، هكذا في نسخة، لكننا قرأت نسخة أخرى لا يخيب فيه، هكذا نسخة لا يخيب فيه، كذلك لا يجيب فيه بالجيم، الضمير فيه عائد لما يستهي، إذا طلب منه غيره شيئا لا يستهي لا ولا يجيب لا يؤيسه لا يؤيس منه ولا يجيب، أي يسكت عنه عفوا وتكرما. لا يجيب يعني لا يفعل الأمرين الإياس والجواب، قد ترك نفسه من ثلاث، يعني ترك ثلاثة أمور من نفسه، ترك نفسه من ثلاث، كلمة ترك فعل ترك هنا ضمن معنى منع، فإذا منع نفسه من ثلاث خصال، المراء يعني الجدال، كذلك الإكثار الإكثار من الكلام أو إكثار من المال، هكذا وما لا يعنيه، هذا من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذا أمر مهم جدا في علم التصوف، ترك ما لا يعنيه من الكلام يعني من المباحات من الكلام والمطعم والملبس والمركبة هكذا كثير.
وترك الناس من ثلاث يعني لا يذم واحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته هكذا يعني لا يفتش عما يكره إظهاره عما يكره إظهاره لا يطلب هذا بل يترك يترك السر سرا كذلك لا يعيب واحدا ولا يذم واحدا لا يذم احدا اي مواجهه لا يعيبه لا يعيبه اي في الغيبه نعم ثم لا يطلب الاطلاع على عورات احد ما معنى العورات ما يستحيا منه اذا ظهر ولا يتكلم هذه ثلاثة أمور منع الناس ترك الناس من ثلاثة يعني منع الناس من هذه الثلاثة ألا يذم أحدا ألا يعني الناس لا يذمون أحدا كذلك الناس لا يعيبون أحدا في غيبته كذلك لا يطلبون عورة آخر يعني ترك الناس يعني منع الناس من ثلاثة ثم بعده ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه عند الله يعني يكون كلامه في أمر يستحق الثواب عند الله وإذا تكلم أترك جلساؤه لماذا هم يصغون إلى كلامه يحدون أذانهم إلى كلامه لذلك يطرقون أطرق يعني الجلساء رؤوسهم كأنما على رؤوسهم الطير هذا يدل على غاية السكون وعدم التحرك الطير لا ينزل إلا على شيء ساكن جدا يدل على سكونه وهذا السكون يدل على أدبه وخشوعه في مجلسه صلى الله عليه وسلم فإذا سكت تكلموا لا يتنازع يعني لو كان عندهم كلام ماذا يتكلمون بعد سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبراغه من كلامه يبدون يتكلمون يعني لا يتبادرون بالكلام كذلك لا يتنازعون عنده الحديث يعني لا يختلفون ثم من تكلم عنده أنصت له كذلك لو بدأ أن يتكلم واحد من الصحابة فالآخر ينصت له حتى يفرح ثم حديثهم عنده حديث أولهم يعني هؤلاء عندما يتحدثون كيف يتحدثون الأول ثم الأول ثم الأول يعني أول من قدم يتكلم أولا ثم من قدم يتكلم بعده هكذا نعم حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه يتعجب مما يتعجبون منه ثم ويصبر للغريب هذا موافقة لهم وتأنيسا وجبرا لقلوبهم ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته هذا رجل غريب يكون عنده جفوة يعني غلة يكون غليلا في منطقه ومسألته لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر ثم حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم يعني يستجلبون الغرباء لماذا؟ إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا من مسألتهم ما لا يستفيدونه عند عدم وجودهم نعم لأنهم يهابون سؤاله والغرباء لا يهابون فإذا هم يسألون بكلام غليل هكذا ثم فيسألونه عما بدا لهم فيجيبهم ويصبر على مبالغتهم بالسؤال هكذا ثم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها هذا رجل طالب حاجة عنده حاجة ويطلب هذه الحاجة فأرفضوه يعني فساعدوه إرفاد الرفض كلاهما بمعنى المساعدة أعينوه ولا ثم لا يقبل الثناء إلا من مكافئ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى ثناء أحد ولا يقبل ثناء أحد إلا إن كان من مكافئ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أحسن إلى أحد فكافأ بالثناء هذا يقبل فإلا لا يلتفت لماذا هذا لي تعليم المكافأة بالثناء
صاحب المعروف يعني يكافئ بالثناء، هذا امر مدح له لو لم يخف الرياء. نعم. والعجوز ولا يتولى احد حديثه حتى يجوز، يعني لو بدا احد يتحدث لا يقطع كلامه حتى يجوز، يعني يميل عن الحق، لو مال عن الحق كلامه يقطعه. كيف؟ اما بنهي لو لم يكن معاندا، لو كان معاندا يقوم، هذا الذي قال او قيام. نعم. اخلاق حسنه كثيره. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه محمد بن المنقدر رضي الله عنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، لو كان موجودا عنده يعطيه والا يقول قولا ميسورا كما سبق. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمران رضي الله عنه ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد رضي الله عنه عن ابن شهاب رضي الله عنه عن عبيد الله رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، فكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فياتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القران، فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلتي. اولا ابن عباس رضي الله عنهما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب جوده، قال كان اجود الناس، يعني مطلقا لم يقيد هذا الجود او الاجوديه بوقت من الاوقات بل اطلقا. ثم قال اجود ما يكون في شهر رمضان، كان اجود ما يكون في شهر رمضان ما مستري، فاذا اجود اكوانه اجود كونه متى يكون اجود يعني في شهر رمضان. نعم. واذا خصص هذه الاجوديه في شهر رمضان، فاذا اولا كان اجود الناس ثم متى يكون من اكوانه اجود في شهر رمضان بالنسبه الى غير شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي شهر رمضان من اول رمضان الى اخره تماما اجود بالنسبه الى سائر شهوره، فياتيه جبريل ثم ايضا يخصص يأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله أجود بالخير، يعني مرة أخرى هذا تخصيص من رمضان، متى يكون أجود في رمضان؟ عندما يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة إما يرافقها المطر أو لا يرافقها المطر، على كل حال هي يعني تجود كثيرا من الخير. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في ذلك الوقت، هذا الجود ليس بالمال فقط، بالمال والعلم كذلك يعني خيرات كثيرة لأي يعني للجود بها. نعم. فإذا هذا الجود يعني عندما يلقاه جبريل عليه السلام الجود بالمذاكرة في العلم، هذه المذاكرة يترتب عليها مصالح دينية عامة للمسلمين وغيرهم إلى نعم. لذلك قال حينما لقيه كان أجود. نعم. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا جعفر بن سليمان رضي الله عنه ثابت رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. نعم. لا يدخر شيئا لغد، هذا بالنسبة إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة إلى عياله سبق أن ذكرنا أنه يدخر قوت سنة لعياله، ومع ذلك يوسف، يعني لو عرض عليه صاحب حاجة يؤتيه، سبق أن ذكرنا هذا. ثم
وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي القمة المدني رضي الله عنه قال حدثني أبي عن هشام بن سعد رضي الله عنه زيد بن أسلم رضي الله عنه النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يؤتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإن جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد عتيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يؤتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ما كان عنده شيء. وماذا قال؟ أمره أن يبتع يعني أن يشتري ذلك الشيء علي يعني دينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتري ما يحتاج إليه. الرجل يشتري ما يحتاج إليه دينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن يكون دينا على رسول الله. ثم قال فإذا جاءني شيء قضيته يعني قضيت هذا الدين. كان عمر رضي الله عنه حاضرا وهذا الرجل جاء أولا سأله عتاه ثم هو سأله مرة ثانية ومرة ثالثة. فإذا ما أحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكرير سؤاله. إذن قال عمر يا رسول الله قد عتيته فما كلمك الله ولا تقدر عليه يعني أنت أمرت لذلك الرجل أن يبتع عليك دينا ثم عندما يأتيك شيء تقضيه هذا ما لا يطاق ما لا تقدر عليه. كلمك الله وأمرك الله تعالى بهذا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق لا تخف من ذي العرش يعني من الله سبحانه وتعالى إقلالا. إقلال يعني افتقار الفقر لا تخف منه الفقر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع في وجهه البشر. ثم إقلال هنا بمعنى افتقار. ثم أخيرا قال بهذا أمرت يعني ظهر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرور قول الأنصاري. ثم قال بهذا أمرت بأي شيء بأن لا أخاف الافتقار الفقر وكذلك أنفق. ثم وبه قال حدثنا علي بن عبد رضي الله عنه قال حدثنا شريك رضي الله عنه عن عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجير رغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. حديث قد سبق. ربيع أعطت النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بيع من رطب كذلك أجر زغل أجير أجير يعني جم الجرب عجرو عجر العجر وعجر زغب زغب جم أغزب يعني صغير لأن هذا يعني دباء صغير عجر جم بفتح الهمزة وسكون الجيم وكسر الراء جم الجرب عجرو أو عجري. ثم حذف الواو عاجلين. نعم. فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا هذا مكافأة الهدية بالهدية. نعم.
هذا سيأتي في الحديث الآتي. إذن هذا الحديث قد سبق. وبه قال حدثنا علي بن حشرم وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس رضي الله عنه هشام بن عروة رضي الله عنه عن نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها يؤتي الثواب على الهدية. نعم يعني يؤتي للمهدي شيئا. نعم هذا كما أعطى لربيع. نعم حينما أعطت به يعني رطب وأجل النوم هكذا. ثم باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتواصل فيما بعد درس آخر. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا ما تعمدنا وما أخطينا وما أنت أعلم به منا. عبد المقدم وعبد المؤخر. لا إله إلا أنت.